يقول في الشق الآخر من سؤالي الأول: في الحديث وصيام 3 أيام من كل شهر، هل معنى الحديث أن من صام 3 أيام من كل شهر لا بد أن يواظب على صيامها، أم أنها حسب استطاعته؟ لا يجب عليه المواظبة على صيامها، لأنها سنة، والسنة من فعلها فله الثواب ومن تركها فلا عقاب عليه. نعم.